يتجسد اليوم مشروع بناء مستشفى جزائري قطري. السيد رئيس الجمهورية والسلطات العليا للبلاد وسمو دولة قطر الشقيقة أبيا أن تكون هذه انطلاقة من العاصمة في هذا المشروع الصحي الهام الذي سيكون لساكنة العاصمة ولكل الجزائر، باعتبار أن التخصصات ستكون تخصصات دقيقة. نحن نبارك هذه الخطوة ونعتبرها الأولى لتجسيد مشاريع أخرى في مجال الصحة. سعيدين اليوم بتوقيع مذكرة التفاهم لإنشاء مستشفى 400 سرير قطري جزائري في العاصمة الجزائر، وإن شاء الله هذا المشروع بيعزز من روابط الأخوة بين الدولتين وبيكون إضافة لمشاريع دولة قطر في الجزائر، إضافة إن شاء الله تكون مميزة، ويكون أيضا إضافة لتطوير القطاع الصحي في دولة الجزائر. نأمل من الله التوفيق للجميع إن شاء الله.